مبدئيا ميلاد حداد، انا يعني نورت مكتبي. تسلم لي يا حبيبي. شكلك سرسري انت، نصحوني فيك جدا، قالوا لي انه ما حدش بيخدمني غيرك. انا حكيت معاك لاني بدي اعمل تطبيق. واحنا جاهزين. هذا التطبيق بيحمي الناخب الاردني وبيحمي النائب الاردني. حكي معنا وعلى اساس نقعد مع بعض ونرتب لفكره التطبيق. هو عنده تطبيق حاب يشتغل عليه، فاحنا اجينا لبينا هاي الدعوه. احكي لك ليش، يعني انا ليش اشتري الصوت مثلا ب50 وغيري يشتري ب30؟ بس مبدئيا التطبيق فكرته بدي اعرفها حتى اقدر اعطيك تفاصيل اكثر وافكار ثانيه على الموضوع. يعني احنا بنعمل دوائر انتخابيه، الناس تمام. بتسجل، بصير يطلع لك انت مثلا في اي دائره انتخابيه، مثلا دائرتي بيطلع لك انه في عمان السبعه ورد ابو عرب ورد ابو عرب ورد ابو عرب ورد ابو عرب ومنافس، بيطلع لك كل واحد قديش بيشتري الصوت، فبتحول عندك لنوع من انواع البورصه، يعني الصوت الغالي بيسحب الصوت الواطي والعكس صحيح. التسهيل المهمه عادي، بتبيع صوتك وبيصرك مباشره حوالي بمبلغ اللي انت بعت فيه صوتك. يعني انا بعت صوتي ب50 دينار 100 ان شاء الله، يعني بيصل ال100 في نفس اللحظه تيت مباشره على طول، فبتكون عن طريق الرقم الوطني بحيث نضمن انه هذا الرقم الوطني بس محجوز لهي الدائره او لهذا النائب تحديدا. يعني معناته باخذ هويته او مثلا الهويه هاي بنشره عندي في موقع معين، او مثلا هذا الصوت تم بيعه، نعلن انه انباع، لانه مثلا في ناخبين الله يسامحهم يعني ببيعني وببيعك وببيع 10 وبعدين بالاخر بصحاش من النوم بقاطع، فانا هذا النوع بحبوش. فاحنا اللي ببيع صوته بنعذر عليه. احنا شغلنا اصلا حنبيع الاصوات، كيف حنعذر عليه؟ اللي ببيع صوته بنحكي انه باع عشان ما يبيعش مرتين 100%. لا حيصور هويته اصلا، خلص تمام. في حد يعني عن طريق التطبيق بصور هويته ورقم الوطني، بنأكد بخمس دقائق بكون واصله المبلغ تبع قيمة الصوت. وكيف بدنا نعمل أفكار أكثر؟ أنا هاي الفكرة اللي في راسي، يعني مثلا نعمل أوفرات كمان عادي، يعني أوفرات أربعة مثلا، أربعة في نفس العيلة ممكن نعطيهم، بعطيهم كادو هدية، هدية مثلا تثبيت شارع مثلا، رخصة دكاني مثلا، حرامات. أنا كنت أفكر قزازة عطر مثلا. لا بدنا نرفع شوي، يعني دافع لك 500 دينار حط لك 200 دينار زيادة. صحيح حلو برضو. والرخصة بتكلفش إشي، يعني ساعتك أنت عارف، يعني ممكن نظبط الأمور بثلاث أيام يكون أمور العيلة هاي تيسرت لقدام. هلا احنا بكل بساطه الامور هاي من زمان ماشيه، يعني مش جديده. احنا اللي عملنا عمليه تنظيم السوق، تنظيم بيع الاصوات، الاصوات بتنباع بالخفاء. هسه احنا بنطلعها على العلن بكل بساطه، بننظم العمليه بشكل مرتب بحيث نضمن الاصوات لوين رايحه، كل واحد قديش وصله سعر الصوت. فهي الاوفرات بتساعدنا لحتى نوصل التطبيق لاكثر ناس ونجيب اكثر عدد اصوات لساعتك. براندنج حلو كمان، بتوصل الفكره اكثر. بالضبط. حلو. هلا ممكن انا المطبات اللي بعملها اثبت عليها ختم خاص لإلي، انه هاي تم مثلا هذا ورد ابو عرب اشرف هذا المطب او عمله، فانا ممكن احط لون معين عليه بحيث انه هذا اللون يكون رمز لك. الوان الوان بالضبط. حلو. حبيت لون احمر لون اسود. جميل. حبيتها جدا. هلا السؤال الاهم، حيكون التطبيق لك ولا للنواب؟ لا للكل. ندخل نواب للكل. انا بدي انظم سوق بيع وشراء الاصوات. تمام. هاي يعني انا اسف بس هو خدمه للوطن فعليا، انت بتتاكد انه البيع والشراء ماشي صح. ايها الشعب اسمعوني، السنه نازل انتخابات نادوني، ابو عرب صوتوني، عندي حل لكل المشاكل صدقوني، انا مش اول واحد ضحك عليكم، انا واضح وصريح ما بكذب عليكم، خطاباتي ناريه تقول عني جراند، ايضا النواب اللي حوالي معظمهم